مبروك للاهلي. ها هو مرزوق لبسوه، البس الفشت يا مرزوق، البس الفشت يا مرزوق، الكاس الكاس لحد هي يا اهلي اهلي، يا سلام يا اهلي، افرح يا اهلي، ارفع الكاس يا اهلي. متابعينا الكرام شكرا لكم، وشكرا للاستاف المتواجد معنا في عربة النقد استاذ رياض الحبروري، يعطيك العافية يا عيشك ربي. وبالتالي هناك المخرج حسان، حسان خالد السرخاني، حسان وكافك استاف. انتقل بالمايك لزملائي يعيشون الفرحة مع النادي الاهلي وتحقيق النجاح والتاريخ. يحيى علي ومحمد لك الكلمة، ننتقل للاستديو التحليلي.